الإدارة نتاع اليوم هي محاولة استقطاب مزيد من اللاعبين، مزيد من الناس تحب معنا فهمتي باش تدخل معنا في النادي بتاع التنس وتدخل تشوف جو التنس اللي هو معنا في برشا بلدان، ولا اللعبة الشعبية الأولى. حبينا معنا نروجوا لرياضة التنس في القروان، حبينا معنا مزيد من باش ترويج للنادي نتاعنا اللي هو نادي معنا بدا تو في تطور وبدا في تواجد بصفة معنا كبيرة في تونس، وبدا يعمل في نتائج كبيرة. ماذا بينا معنا حبينا نزيدوا معنا باش نكبروا في القاعدة نتاع النادي ونستقطبوا مزيد من اللاعبين لاستكشاف المواهب، وهذه معنا بادرة ديما نعملوا فيها كل عام في النادي، وان شاء الله معنا نلقاو رواج وتلقى معنا في متابعة من الناس الكل، ونزيدوا معنا نحاولوا نأطروا مزيد من الشبان في ولاية القيروان وندخلهم في رياضة التنس ان شاء الله. صارت اليوم المفتوح نادي التنس بالقيروان باش نعرفوا بالنادي نتاعنا في القيروان، باش نعرفوا برياضة التنس في القيروان. كما تعرف رياضة التنس مش ماخذ اوديونس كبيرة في القيروان، دونك هذه تظاهرة عملناها معناتها والحقيقة كانت ممتازة برشا، عملناها في وسط مدينة القيروان في بجلادين، دونك باش العباد يتعرفوا على الرياضة هذه وهم طول يمارسوا الرياضة هذه، حتى الصغيرات يجيو يتعرفوا على الرياضة هذه. هذا من شأنه باش يحسن الرياضة في القيروان ويعرفوا برياضة التنس في القيروان. سير احنا التظاهرات هذوما هما الباز نتاعنا، دونك احنا ديما ان شاء الله باش نحاول ديما نكثفوا معناتها عدد التظاهرات هذوما ان شاء الله، معناتها باش ننظموا ان شاء الله تظاهره اخرى ان شاء الله قبل دوبيت سيزون ان شاء الله نتاعنا. دونك هذيك التظاهره الاولى احنا ان شاء الله نعملوا معناتها من 2 إلى 4 تظاهرات معناتها في السنه، وان شاء الله نحاول ديما نكثفوا اكثر واكثر، وان شاء الله زاد نزيدوا نوصلوا للمدارس زاد اكثر واكثر باش نمسوا اكثر الصغيرات معناتها ونعرفوا بالرياضه هذه في الميليو سكولير وميم طون زاد في الميليو هنا في وسط البلاد. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.